جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن حكم المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة أيضا فيه رخصة للمجروح تخفيفا عنه، فإذا كانت الجبيرة على قدر الجرح أو كان اللصوق على قدر الجراحة أو الضماد وكان في أحد أعضاء الوضوء فإنه يمسح عليه ببلل الماء في يده ويكفيه، يكفي عن غسل ما تحته، ولا تحديد لمدة الجبيرة، بل تبقى ما دام محتاجا إليه، فإذا استغنى عنها نزعها وجوبا وغسل ما تحتها. هذه هي الجبيرة. نعم.